الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وعلى ابننا وراء ظهره وصرح إلهنا عندك. اللهم تبك لنا المسألة ونفقه وتبتله في قبره بما لا طاقة له به. وقالها بسم الله عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأطفال فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدى ومن خلفهم سدى فهم لا يبصرون. والسواب قل عليهم أنذرتهم أنهم تنذر لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأمر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما أقدموا وآثارهم. نقف اليوم هنا بالرباط لتوديع الزميل والصديق مدير نشر تلكل مجموعة تلكل الفقيد رضا دليل. رضا واحد من الصحفيين المشهود اليوم بالكفاءة وبالمهنية. رضا كان من الصحفيين المغاربة القلائل اللي إلى اليوم يعني يحافظون بشكل كبير على استقلالية مهنة الصحافة، يحاولون ما أمكن أنه يعني تبقى المهنة في الملكية ديال المزاولين ديالها وايضا في ملكيه المواطن المغربي. كل شيء عرف رضا بالافتتاحيات ديالو في مجله تلكل، عرف رضا بالملفات والتحقيقات اللي كيشتغل عليها. اكيد انه رضا يعني قاد في الفتره اللي كان فيها كمدير نشر ديال تلكل الزملاء والزميلات والمؤسسه باقتدار بمهنيه وبحرفيه، واكيد انه يعني خلفوا مجموعه من الزملاء والزميلات اللي مؤمنين بان يعني المشروع ديال 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 الشغال بالخط التحريري والهويه ديال تلكل غادي تستمر. عزاؤنا واحد ماشي فقط للاسره الصغيره ديال رضا دليل، بل ايضا عزاؤنا واحد للاسره الكبيره وخاصه الجسم الاعلامي اللي كيفقد واحد من الاقلام كيف ما قلت لي مهنيه مستقله وشغلت على يعني مصداقيه الصحافه المغربيه. شكرا. العلاقه ديالك مع المرحوم انا رئيس تحرير تلكل العربي. علاقه ديال الصداقه منذ 2013 ملي كان كيشتغل رضا دليل كمدير نشر ديال مجله لو طون، كنت حينها صحفيا في مجله المغرب اليوم، يعني علاقه اللي هي قديمه بزاف. واخر مره يعني تلاقينا طبيعه الحال في العمل في تلكل، وبقينا كنتواصلوا الى غايه يعني اجراء العمليه الجراحيه. فقدنا اليوم احد اعمدة الصحافة الوطنية الناطقة باللغة الفرنسية، الاخ العزيز والصديق الكبير سي رضا دليل. كان من طينة الكبار وكان صحفيا مقتدرا وكان رجلا يحمل مبادئ وقيم وكان وطنيا غيورا ملتزما وكان حاملا لقضايا شعبه ومجتمعه وكان مدافعا عن الحق.
وعني الديمقراطية والعدالة والمساواة، وظل ملتزما بكل هذه القضايا في كل كتابته، كما كان في حياته لطيفا ودودا وفي الوقت ذاته مدافعا باستماتة قوية عن قناعات جرت عليه في بعض الأحيان بعض الصعاب، لكنه استمات ووقف وصمد وواصل المشوار. وكان بالنسبة لنا في حقل الفضاء، في حقل التقدم والديمقراطي، مرجعا على مستوى كتابته، وكان ناطقا باسمنا في كثير من القضايا. هكذا عرفنا رضا، وهكذا كنا نطمح إلى أن يستمر، لأنه مات شابا في ريعان شبابه، وكنا في أمس الحاجة إلى أن يواصل المشوار، رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته. كان وجه شبابي ومن أحسن العناصر التي يمثلوا هذا الجيل. لم أتعرف عليه شخصيا، ولكن تعرفت على كتاباته وكنت مواظبا على قراءتها. كانت تتميز بالعمق والرصانة والتحليل. حقيقة هي خسارة لأسرته بدون شك، والحال أنه أن الموت اخترمه وهو في مقتبل العمر، وهو خسارة كبيرة جدا لمجلة تلكال، وخسارة للصحافة قاطبة. رحمه الله. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.